وحاليا احنا موجودين زي ما قلت لكم لوحده فعليه في المبنى، بالاضافه انها وحده العرض. زي ما انتم شايفين البوابات راح تكون بهذا الشكل، سمارت لوك سيستم لجميع الوحدات. تفضلوا. طبعا شوفوا جماليه الحمامات الله يعزكم، والتشطيب الرائع. طبعا كله من براند جيسي الايطالي، جميله جدا. وطبعا زي ما انتم شايفين في عندنا المطبخ بيجي نفس الاستورج، نفس التشطيب، نفس كل شيء مع البيلت ان. البراد بيكون داخلي، وفي عندنا الفريزر، المايكروويف، في عندنا الغاز، بالاضافه زي ما انتم شايفين كمان فرن الغاز مع الاضاءات المخفيه مع الرخام، بالاضافه المي بتيجي المياه الاعتياديه، بالاضافه الى مي غازيه ومي للشرب، مي غازيه. طبعا بتيجي مع فلتر زي ما انتم شايفين لتشغيل المي الغازيه والمي الاعتياديه. كمان خلينا نكمل جولتنا. الغرفه والصاله بيجي معاها مكتب جميل زي هذا، مع اللابتوب بيجي مع الوحده نفسه. وفي عندنا طاوله الطعام مع التشطيب زي ما انتم شايفين اكثر من رائع، بيجي بنفس التشطيب. الوحده بتيجي مجهزه بالكامل، مفروشه بالكامل، حتى مع التلفزيون مع التي في ستاند. خلينا ندخل مع بعض نشوف غرفة النوم. شوفوا الخزائن مع أجملهم، زي ما قلنا بتيجي مفروشة بشكل كامل بنفس هذا الديكوريشن الرائع طبعا. وفي عنا غرفة، أو عفوا حمام غرفة النوم، بيجي الجلسة لوحدها، شاور بوكس لوحده مع المغاسل والميرور، أمانة بشوفه فوق الممتاز.